انا هتجنن يا ابراهيم هتجنن. لا ما هو باين عليك. طب ايه الحل؟ ايه الحل يا ابراهيم؟ طلقها. اطلقها ازاي بس؟ بالتلاتة. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت بتحبها؟ انا؟ ها؟ لا ابدا، انا بس حاسس انه كرامتي ضاعت. اول واحدة بتصعص عليا. ليه يا ابراهيم؟ ليه بتعمل فيا كده يا ابراهيم؟ انت اللي غلطان. قصدك ايه؟ قصدي لازم تبقى جامد، متوحش، حمش. يعني ايه؟ لا مؤاخذة، قول يا اخي. اضربها علقة. علقة؟ سخنة. انت عاوز تخرب بيتي؟ طوعني؟ دي هتنبسط. اضربها ازاي كده من باب للطاق؟ لا يا سيدي، اتلكك. ما تعرفش تتلكك؟ خش مثلا قول لها مساء الخير، هي طبعا هترد عليك وتقول لك مساء النور. تروح ملفت لها كده تقول لها وكمان بتقولي لي مساء النور، تراخ. ايه؟ الم. وبعدين؟ وبعدين هي هتفاجئ، تروح باصص لها من فوق لتحت كده ويمشي على طول. وبعدين؟ وبعدين هتدعي لي. اضربها قلم جامد قوي. قلم واحد بس. وريني. ها؟ كفاية كفاية. طيب طيب. مساء الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. ها.
قدرشي ما قدرشي ما حبكشي وحياتك ما قدرشي ما قدرشي ما حبكشي وحياتك ما قدرشي بإيديك قوة تهدك بال في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك حلوة في إيديك قوة تهدك بال في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك حلوة ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عارفه انك طيب هتجيلي قريب ولا هتندهلي واقول لك طيب يا عيني عايدة عايدة حبيبتي فين؟ رايحة عند بابا. مين أمرك تخرجي؟ مالكيش راجل يحكمك؟ اتكلمي، سكتي ليه؟ أنت سكران. وهسكر كمان، عشان أنسى اللي شفته منك.
محدش عازبني زيك. ليه؟ عشان ايه؟ سيبني سيبني من فضلك. انت مراتي وليه الحق اخد مني كل اللي انا عاوزه؟ اي وقت انت مراتي فاهمه واخد مني كل اللي انا عاوزه. لكن قلبي لا لا لا. يعني كنت بتكذبي عليا لما قلت انك بتحبيني؟ كنت بحبك لغاية ما عرفت الحقيقة. اتجوزت 12 قبل مني، اشتريتهم بفلوسك. اكتر واحدة قعدت معها 6 أشهر. انت انسان اناني عايش بس لنفسك. شيكات ب2000 جنيه اديتهم للستات بتوعك تمن سكوتهم. اشتريت ليلة واحدة ب2000 جنيه. من يوم ما اتجوزنا وانت عارفة؟ ايوه كريمة قالت لي. ليه ما وليتنيش؟ ليه ما طلبتيش مني طلاق؟ كان عندي امل انك هتتغير. كنت بتمنى يجي يوم وتحبني زي ما بحبك. ترميني زيهم. كمان انا اتغيرت. نفسي سلتلك. اطلبي مني اي ضمان. خدي ثروتي كلها. من بكره هكتب المصنع باسمك. هيشهروا افلاسك. سامحيني يا عيلة، ارجوك سامحيني. دورت فيها. أنا خايفة يكون عمل في روحه حاجة. يا ستي ما تقوليش كده بعد الشر. اللهم اجعله خير. يا بعد الشر يا رب. طيب حاضر. قوم بقى، فين ستك؟ هو يا سيدي قوم. يا ماما، أنت عرفت طريقه؟ الواد إبراهيم فكر في فكرة جهنمية. سألت عليه أكشاك المرور في جميع الطرق الصحراوية والزراعية والصناعية. المهم اطمني لقيته ولا لا؟ أمال إيه؟ فين؟ في اسكندرية. موجود في البروفاج. كلمته من ربع ساعة ورد عليا و وصوته كان يقطع القلب يا حبتين. الله بابا احنا مستنيين ايه؟ لازم نروح له حالا. لوكاندا وخلي الباقي عشانك. ميرسي يا استاذ مراد. وادي مفتاح الاوضه والجواب ده ارجوك تبعته من سوق مصر دلوقتي. حاضر. يا
الاستاذ مراد سالم نازل في اوضه نمره كام؟ ده ساب اللوكاندا يا فندم. ازاي؟ دي عربيته واقفه بره. هو ساب الجواب ده باسم سيادتك عشان ابعته مصر. زوجتي الوحيده، ليتني قبلتك في الايام الاولى من عمري لاتعلم كيف تكون الكرامه والرجوله وكيف تكون السعاده والحب. لقد اهملت عملي واهدرت كرامتي، فانا لا استحق الحياه، ودعني احب الناس الي، واتمنى لك مستقبلا.